ولكن على الإنسان أن يكون متأهباً ومستعداً لتقلبات الحياة، لتحدياتها، لمصاعبها. تحرص الكثير من الدول على تدريب الإنسان وتنميته ورفع مهاراته وقدراته ليتعامل مع الحياة بصورة أفضل. الحديث أكثر عن أهمية قدرات الرفع القدرات الذاتية وضرورة تنمية الإنسان، أسعد جدا بأن يكون معي داخل الاستوديو ضيفي مدرب التنمية البشرية منذر حسين. مرحبا بك حبابك عشرة، منورنا في صباح الشروق. أنا سعيد جدا بأنه موجود معك في صباح الشروق، والسلام عليكم على كل المشاهدين، وإن شاء الله صباحكم زين وصباحكم أمل وتستمر الحال إن شاء الله. منذر، أول حاجة نحن في بدايات فصل الشتاء، وفصل الشتاء ده الكثير من الناس فصل للنوم والكسل بحكم أنه أول حاجة ليل قصير، بعد ذاك الأجواء بتكون فيه باردة شوية، بعكس ناس تانين بيستغلوا فصل الشتاء وكونه فصل بارد فالعطاء فيهم بيكون أكبر، وبيستغلوا مساحات أنه الجو بارد عشان يشتغلوا أكثر، سواء كان على أنفسهم، في أعمالهم، في مشاريعهم اللي بيخططوا لها. فنتكلم عن ضرورة الاستفادة من الفصل ده لأنه الإنسان يطور نفسه ويطور عمله ويطور الحواليه. في دائماً الفترة بتاعت الشتاء هي بتكون بالنسبة لباقي الكائنات فترة بتاعت سبات، أو بيقولوا على بيات شتوي. عندنا نحن كبشر دي مرحلة من الفصول اللي نحن بنمر بها، بتكون دائماً الفترة بتاعت إنه أنت تجدد نشاطك وحيويتك في فترة الشتاء، عندها عائد أكبر على الطاقات بتاعتك من الصباح، عندها أثر على إنه أنت بتكون ذو صحة جيدة، ذو تفكير جيد، في بنية جسمية جيدة. كل الأشياء دي بتصف في إنه أنت بتكون ماشي في تطور. ليه؟ أنا من ضمن الناس اللي أنت هسه ذكرتهم إنه أنا بكون أكتف أكتر في فترة الشتاء. ليه؟ لأنه دائماً فترة الصباح بتكون هادية، معظم الناس بتكون يعني زي الأجواء عندنا. أيوة أيوة، حتى باقي الكائنات بتكون ما عدا الطيور، ما عدا الكائنات اللي بتصحى الصباح بدري وبتعباشر العمل بتاعها الطبيعي. نحن هنا في السودان قاعدين ناخد الشتاء بصورة أخرى، إنه واحد بينوم ما بيكون مركز، مع إنه ده يوم من عمره مشى مفروض إنجز فيه، مفروض يطور فيه روحه. غيس على كده إنه الناس اللي بتكون أكتف في فترة الشتاء في الفترة الصباحية لأنها هادية تحصل على طاقات أعلى وأكبر إيجابية. طيب يا منذر، كيف الزول يستفيد من البيئة من حوله من كل شيء عشان يطور نفسه، يطور بيئته، يطور عمله، يستفيد منها في جعل نفسه إنسان أفضل؟ بمعنى إنه كيف الإنسان يستفيد من الفصول المختلفة، سواء كان صيف أو شتاء أو بقية الفصول، كيف يستفيد مثلا من فترة الصباح باعتبار فترة يعني كل الناجحين بيحرصوا على إنه يستيقظوا بدري جدا قبل صلاة الفجر ويعملوا روتينهم المتعودين عليه، وأذكار الصباح بالنسبة للمسلمين، وبالنسبة لغير المسلمين عندهم طقوسهم الثانية، منها التأمل، منها الممارسات الثانية. فكيف الإنسان يقدر يستفيد من البيئة من حوله، سواء كان توقيت أو فصول أو غيره؟ المسألة بتاعت التخطيط في إنه أنت تصحى بدري بتبدأ من اليوم اللي قبله. أنت عشان تصحى بدري لازم أولاً تنوم بدري، وبعدين نحن كمسلمين عندنا سيستم موضوع لنا إنه أنت تصحى الساعة 4 اللي هي قبل صلاة الصبح، تتمرن وتصلي صلاتك وتجهز روحك لأنك هتجي الشمس وحتشرق وحتستمتع بالصباح، عكس باقي الناس اللي بيكونوا ما مستمتعين بأنه الصباح فيه رياح بتجي، فيها طاقات بتجدد نشاطك، فيها خلايا في جسمك لما تتعرض للهواء النظيف اللي بيجي الفترة الصباحية دي، النسيم البارد ده. أيوة، بتضيف لك في جينك عديل، يعني بتضيف لك طاقات انت بتستثمرها وبتحفزك. بعدين المسألة بتاعت انه عشان انا اكون في السيستم الصحيح كمسلم لازم اصحى قبل صلاة الصبح وانوم بعد صلاة العشاء. انا طلعت من السيستم ده وموري حتكون جايتة، طاقاتي حتكون ما مترتبة. فالمنذر بيقولوا يعني الناجحين عموما
عندهم برنامج ثابت بيكتبوه في الرزنامة حقتهم انه والله يا اخي في الوقت الفلاني انا هعمل حاجة الفلانية. فبيبدوا التخطيط وبيقسم المهام الكبيرة لمهام صغيرة وبعد ذاك بيبدوا يشرفوا عليها في اليوم. مثلا في الساعة الأولى أنا نفذت المهمة فبيعملوا تشيك. عندنا يعني في الإسلام الصلوات الخمسة هي تلقائيا إذا الإنسان قام بترتيبها وأداها تلقائيا باقي يومه بترتب. فكيف ممكن الإنسان يعني يوظف التوقيت بتاع الصلاة لأنه يؤدي مثلا بعده مهارة معينة أو ورد معين أو مسألة معينة تساعده في أنه ينمي نفسه أو يطورها. ومعروف أنه العادات بتبدأ تراكمية، يعني أنا مثلا عشان أكتسب أي عادة بحتاج أمارسها كم مرة، مرتين ثلاثة أربعة خمسة مرات، بعد ذلك شنو أنتقل لمرحلة الاحترافية. المسألة بتاعت التخطيط بتبنى على أنه أنا عندي خمسة مثلا صلوات، الخمسة صلوات دي في أوقات فيها سر، يعني ربنا لما وضع الخمسة صلوات دي هو اللي خلقنا وهو اللي عارف طبيعة الجسد بتاعنا فنظمه بالحاجة دي. التنظيم بتاع ده هو فرض علينا. بعد ذلك بجي أنا كمدرب بتاع تنمية بشرية أثناء الترتيب بتاع الخمسة صلوات دي أضع خطتي اللي أنا عايزها في يومي. يعني مثلا يا منذر لما يجيك زول محتاج تساعده في انه يرتب جدوله، مثلا اقول طالب جامعي مقبل على مرحله امتحانات، كيف انت بتساعده يخط جدول معين عشان يستعين به في انه مثلا يذاكر مذاكره كويسه، يكون بيتريد، عنده اوقات للعمل، اوقات للنوم، اوقات للاعمال الابداعيه وغيره، مستفيدا مثلا من اوقات الصلاه، او مثلا بتنطلقوا من نقطه معينه عشان ترتبوا للزول مثلا جدوله او تساعدوه على انه يكتسب مهارة يجعل بها روحه أفضل. ما في النهاية نتكلم عن تنمية بشرية، تنمية الذات. أيوة. لدوركم المسألة بتاع الطالب عايز يمتحن وعايز يضبط جدوله أو عايز يرتب جدوله بترجع لأنه يصحى في الفترة اللي بيكون فيها الجو هادي، فيها فترة الصباح، هو ذاته بيستمد إجابته وطاقته دي من إنه الحياة مفعولة في إنها تؤدي، يعني هو عايز يرتب نفسه. عشان يرتب نفسه لازم يصحى بدري الفترة اللي بتكون فيها معظم الناس نايمة، هو أكثر فترة ممكن يستفيد منها في إنه يخزن معلومات يقدر يستحضرها في الامتحان. عندنا مقولة بتقول من طلب العلا أو من طلب العلا سهر الليالي. السهر هنا بتنافى مع المسألة بتاعت الاستحضار في التذكر. ليه؟ لأنه لو أنا سهرت كثير هارهق نفسي وهارهق جسدي، هكون شغال عكس السيستم اللي ربنا وضعه لي إنه أنا أنوم بعد الصلاة بتاعت العشاء عشان أقدر أصحى الساعة 4 على أوتوماتيك، أو الساعة البيولوجية بتكون مضبوطة بالسيستم ده. هما الطلبة دائماً بيكونوا من الفترات بتاعت الامتحانات تجي متوترين ومتنرفزين وما قادرين يرتبوا روحهم، بمعنى انه ما عارف هو يبدأ بشنو لانه التوتر طاغي على التفكير بتاعه. فاول حاجة بتخليه اهدى او بتهديه عن طريق انه المسألة بتاعت انك بتقرأ مثلا ما عشان تمتحن، انت بتقرأ عشان تزيد معارفك، بتقرأ عشان لما تطلع في الحياة تقدر تستفيد من تفاصيل وقتك لحد صلاة الصبح ما يجي لحد الظهر. يا منذر يعني خلينا نقف في حتة معينة. أي تخصص أو أي مجال في هذه الحياة بيكتسب قيمته العليا من ما يقدم للناس من خدمة، مما يقدم للناس من قيمة، يعني أيوة. بيكتسب قيمته مما يقدم للناس من قيمة. فأعتقد التنمية البشرية تكتسب قيمتها مما تقدم للناس من قيمة. يعني حتى هذا اللقاء صباح الشروق أعتقد بيكتسب قيمته الأساسية مما نقدمه من خدمة للمشاهدين وللناس. فشنو يعني اللي بتقدموه أنتوا كمختصين في التنمية البشرية للأسر عشان تكون أسر منتجة وتساعد في أنه تطور وضعها المعيشي أو تطور أبنائها أو تتطور الأسرة ذاتها مع بعض، سواء كان في من ناحية العلاقات أو من ناحية الفرص أو غيرها؟ يعني
عموما شكل التطور بصوره عامه، كيف انتم بتقدموا لهم رؤيه عشان مثلا تصبح اسر منتجه او تتطور هي او تطور ابنائها؟ طبعا بدايه التنميه البشريه كانت بناء الاقتصادات بتاعت الدول، انه بعد الحرب العالميه الثانيه كيف ابنه اقتصاد قوي، والكلام ده ما بيبقى الا بانه يبقى في كادر بشري مؤهل مدرب عن طريق نقل الخبرات من الناس المختصين او الناس الجربت لناس لسه ما جربت. بكل بساطه الاسر اللي بتكون محتاجه انها تواكب المتغيرات الحاصله في الاوضاع المتقلبه في الفتره الاخيره، ابتداء من الظاهره بتاعت او الجانحه بتاعت كورونا، الوقفه الاقتصادات بتاعت الدول، الاحباط اللي حصل من وقف التعليم بالنسبه للطلبه، الاحباط اللي حصل للاسر من انه الدخل بتاع اولياء الامور او ربوب الاسر بتاع انهم قله لانه ما في شغل والحال وقف، ادت الحاجه دي لانه يكون في ركود معرفي بالنسبه ل انه انا اكلك واشربك ولا اقريك بقروش. دي المساله اللي بقت حسي معظم الاسر وقفت اولادها او من ضميرهم هم وقفوا مشوا لجوا لانهم اشتغلوا شغلات عشان يقدروا يوفروا الرزق الحلال لناس بيتهم او يدفع الايجار بتاع البيت او يقدر ياكل ويشرب ويعيش بصوره كريمه. الوضع الحسي نحن بنشجع على انه الناس تلجا له. دائما النجاح بيحتاج ظروف قاسيه عشان يحصل، دائما الاسره يعني انت مع نظريه انه المعاناه تولد الابداع؟ المعاناه بتولد الابداع، انت لو ما عانيت لو ما تالمت ما بتقدر تبدع. لو ما انت مريت بظروف قاهره ما بتقدر تكتشف الذات بتاعتك، ما بتقدر تطور من المهارات اللي عندك اللي ما بتكون عند باقي الناس. المساله بتاعت انه انا عايز اطور اسره عشان دخلها يزيد، معناته انا محتاج الاطفال يساعدوني، محتاج الاعمارهم في سن المراهقه يساعدوني، رب المنزل وربة المنزل العمليه فيها مشاركه، يعني الام دورها في الحته دي انها توعي الابناء بانه مثلا هسه نحن دائما بنقول زمنكم صعب ولسه انتم ما شفتوا حاجه والوضع اللي جايكم اقعد، استعدوا للحياه دي. هو بس بيقولها لك بطريقه غلط، بيستخدم كلمات خاطئه. عشان الاسره تقدر تنتج وتقدر تزيد مستوى الدخل بتاعها لازم تكون هي في بعض متسامحه ومتصالحه مع الوضع الحاصل وتتقبل الحاجه دي. بعد ذاك بدل هم يفكروا في انهم نحن وضعنا بقى كده ليه ويتذمروا، يفكروا في انهم من الوضع ده نقدر نطور روحنا كيف، نقدر نتخطى العقبه اللي احنا موجودين فيها كيف، نساعد بعض كيف عشان مثلا اختي الاصغر مني تنجح. طيب كيف انتم بتساعدوا الاسر على تجاوز التحديات الحاليه؟ معروف انه معظم الاسر في السودان حاليا تعاني من تحديات كبيره، تحديات اقتصاديه، تحديات اجتماعيه، تحديات بتاعت البلد ككل انعكست اثارها على الاسر فاصبحت تقابل تحديات في تعليم ابنائها، تقابل تحديات في الترابط الاجتماعي وغيره من باقي التحديات، فكيف انتم بتساعدوا الاسر دي في انها تتجاوز التحديات الماثله امامها؟ اولا بناء جمعيات داخل الاسر الكبيره عشان تخلق ترابط بتاع رحم، لانه الرزق مربوط بصله الرحم. نحن بنجيب عليهم بطريقه شويه بسيطه، انه انت لما تجي تبدا مشروع صغير سوق المشروع ده داخل الاسره الكبيره اولا، بعد ذاك سوق داخل النطاق بتاع الحي بتاعك، خلي الزول اللي بيتعامل معك كعميل في الخدمه اللي انت بتقدمها له او في الطلب اللي هو بيطلبه، سواء كانت هسه بنحنا شغالين في مشاريع للمرأة الطموحة في السوق بتاع مخبوزات وحلويات الأشياء دي بتساعد المرأة إنها من داخل بنزلها أو من داخل البيت تقدر تنتج وتقدر تكفي أبنائها وتكفي مدارسهم وجامعاتهم ومصاريفهم وكده. بالنسبة للأسر الكبيرة لما تجي مناسبة والناس نحن قمنا شفنا كده الناس تتكاتف بدل إنه يمشي يجيبوا زول مختص ويعملوا الأكل يتشاركوا اللحظة دي وتربطهم اجتماعيا، الأطفال حيشوفوا الحاجة دي حتخلق جوام قيم اللي هي نحن قمنا وشفناها في المجتمع السوداني،
انه نحن ناس مترابطين مهما حصل. يعني بتجي بتلقى عماتك وخالاتك في بيت البكا ورغم الحزن الفيهم، لكن قادرين يستروا الناس في انهم يضيفوهم والكرم السوداني يكون حاصل. كذلك في الافراح بتجي بتلقى انهم عندهم اجتماعات مع بعض او بيقوموا بانهم يعملوا الوليمه ككل ويحضروا لها والحاجه دي. الخطوات شنو او النصائح اللي انت بتقدمها للاسر عشان تتجاوز التحديات الماثله امامها يعني انطلاقا من دوركم كمتخصصين في التنميه البشريه؟ ما تستسلم مهما كانت ظروفك، مهما كان وضعك، حتى النفس الاخير. ايوه ما تستسلم. ليه؟ لانه استسلامك بيعني استسلام كل الاسره. استسلامك بيحبط ناس غيرك كان بالنسبه لهم انت قدوه. نحن هسه في التنميه البشريه بتواجهنا مشاكل كثيره جدا جدا جدا، لو استسلمنا لها وقعدنا ركزنا مع السلبيه فيها هتحبطنا اكثر من انه نحن حنقدر نساعد ونؤدي دورنا في المجتمع. النصائح اللي احنا بنديها للناس دائما، ركز مع انه انت عايز تعمل شنو في شكل خطه جدوله اسبوعيا شهريا سنويا، وتبدا بنفسك. لما تجي تغير وتجي تبقى زول منتج، انتج انت روحك، اعرف ذاتك، بعدك سويقة للناس عشان تبقى قدوة بالنسبة للناس الأصغر منك في البيت ابتداء من الأسرة. بنجي للمسألة بتاعت رب المنزل، هم دائما القدوات اللي بتكون موجودة فيها الأطفال في فترة من هم في عمر 4 سنة وخمسة سنة، هو بيكون بيلاحظ بعينه وبيسمع بطريقة بيتعامل بيها وبيتكلم بيها، وبعد ذاك بيشيل منها الطفل في عقله أو بيسموه البارادايم. الحاجة دي لما تكون فيها إيجابيات في الكلام، إيجابيات في التعامل، احتراماً لأنه الأطفال لو سمعوك أنت بتتنهر أو أنت بتأدي في دورك بصورة عصبية بياخد الجانب ده وبيكبر به، وحيستخدمه لما يصل عمر هو حيكون رب أسرة. الطريقة الأولى إنه بطل تتعامل بعصبية، لأنه عصبيتك ما هتغير الوضع اللي أنت فيه، بالعكس هتزيد الوضع سوء، هتزيد نسبة الطلاق، هتزيد نسبة التفكك الأسري. لما أنت تتقبل المشكلة وتحاول تعالجها بهدوء بتخلي الطمأنينة مبسوسة في الأسرة كلها، والطمأنينة هي اللي بتخلي الأسرة تتمسك ببعض. نحن أكيد حيكون عندنا مساحات أكبر من النقاش حول كيفية ترقية مستوى الفرد والأسرة من خلال النصائح اللي بتقدموها كاختصاصيين للتنمية البشرية. أنا شاكر لك جدا مدرب التنمية البشرية منذر حسين، كتر خيرك، شرفتنا ونورتنا في صباح الشروق اليوم. شكرا صباح الشروق، وشكرا للسادة المشاهدين، كتر خيرك.